أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، حصة الكتابة، تصفية الصعوبات القرائية، حروف الصاد والضاد والطاء والضاد، ثم إكمال جملة جميلة. اذا قبل ما نبدا الحصه ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم هذا الفيديو هذا. اذا اكتب، المطلوب منا هو ان نكتب هذه الكلمات. الكلمه الاولى مضمضة، مضمضة. صفصاف، صفصاف. ظلة، ظلة. بطالة، بطالة. إذن سوف نبدأ بكلمة مضمضة، لنكتبها بخط جيد وواضح. إذن مضمضة، ما نساوش الشكل، مضمضة، مضمضة. نعيد كتابتها، مض مضى، مض مضى. نعيد كتابتها مرة ثالثة، مض مضى، مض مضى. أحسنتم. أن ننتقل إلى كلمة صفصاف، صفصاف، صفصاف. نعيد كتابتها مرة ثانية، صف صاف بهذا الشكل. نعيد كتابتها مرة ثالثة، إذن صف صاف. أحسنتم. ثم ننتقل إلى كلمة ظلة، إذن ظلة، ظلة. لا تنسوا الشكل، ظلة. مرة أخرى، ظلة، ظلة. مرة ثالثة، ظلة، ظلة. جميل. الآن ننتقل إلى كلمة بطالة، بطالة. مرة ثانية، بطالة. ثم مرة أخيرة، بطالة. أحسنتم. إذا الآن لنعيد قراءة الكلمات التي كتبناها. مضمضة، عيدوا معي، مضمضة، مضمضة. صفصاف، صفصاف، صفصاف. ظلة، ظلة، ظلة. بطالة، بطالة، بطالة. أحسنتم. أن ننتقل إلى الجملة. لدينا جملة وضع مصطفى قطاره على السكة. أعيد، وضع مصطفى قطاره على السكة. إذن لنكتب هذه الجملة بخط واضح. إذن وضع، وضع بهذا الشكل هذا مع الشكل، مصطفى، مصطفى، قطاره، قطاره على السكة.
سكتي نقطة. إذا بهذا الشكل هذا ما تزربوش باش هكا الخط ديالكم يكون واضح. إذا نكتبوها بشوية عليكم. إذا نقرأ الجملة التي كتبناها. وضع مصطفى قطاره على السكة. وضع مصطفى قطاره على السكة. أحسنتم. إذا الآن ننتقل إلى تمرين الموالي. لدينا أكمل لأعبر عن فرحتي غيثة وليليا وخوف الأطفال. لأن هذا الشيء كان في الحكاية راح تلقاوها داخل القناة. إذا أكمل لأعبر عن فرحتي غيثة وليليا وخوف الأطفال. إذا فجميع الحكايات راه كاينة داخل القناة. أحسنتم. إذا حلقت الطائرة عاليا. أخذت غيثة وسارة نقط أو فراغ. فجأة توقفت الطائرات فأخذ الأطفال فراغ أو نقط. إذا هذا الفراغ هذا وهذا النقط لكن داخل الحكاية. يعني التكملة ديال هذا النص هذا كاين داخل الحكاية. إذا حلقت الطائرات عاليا. أخذت غيثة وسارة تصيحان فرحتين. إذا نكتبوا تصيحان فرحتين. تصيحان فرحتين. تصيحان فرحتين. فجأة توقفت الطائرات فأخذ الأطفال يبكون وينادون. إذا كتبوا فأخذ الأطفال يبكون. يعني يبكون وينادون. شكلها يبكون وينادون. جيد. إذا نعود نقرأ هذا النص هذا. حلقت الطائرات عاليا. أخذت غيثة وسارة تصيحان فرحتين. فجأة توقفت الطائرات فأخذ الأطفال يبكون وينادون. إذا هذا نص دابا مفهوم. يعني عمرنا هاد الفراغات هادو أو هاد النقط ولا نص مفهوم. إذا أحسن أنتم أحبائي الصغار بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي في القناة يشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم لهذا الفيديو هذا. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء حتى الحصة المجية إن شاء الله.